شبكة وطن الإعلامية ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن ديكاف يقدمان برنامج طوارئ وحقوق. أعلنت فلسطين حالة الطوارئ إثر انتشار فيروس كورونا في بعض المناطق، أثر ذلك على سير الحياة العامة من جهة وعلى توفر الخدمات الحكومية والحريات العامة من جهة أخرى. ما هي صلاحيات الأجهزة الأمنية في إدارة حالة الطوارئ؟ وما هي التدابير المعتمدة لضمان عدم ارتكاب أي انتهاكات لحقوق الإنسان؟ برنامج طوارئ وحقوق يناقش جميع هذه القضايا ويسلط الضوء على آليات الشكاوى وصلاحيات الأجهزة الأمنية. أهلا وسهلا بكم أعزائي في حلقة جديدة من برنامج طوارئ وحقوق على منصات شبكة وطن الإعلامية تلفزيون وراديو وطن وعلى مباشر وطن على الفيسبوك. طوارئ وحقوق هو برنامج يطلقه ديكاف مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن بالتعاون مع شبكة وطن الإعلامية بهدف تقييم حالة الطوارئ التي مرت بها فلسطين خلال الأشهر الماضية. كيف تم إدارة الأزمة؟ ما هي نقاط القوة وما هي نقاط الضعف؟ وما هي الدروس المستفادة من هذه التجربة؟ تلعب الجهات الفاعلة في قطاع العدالة دورا حيويا في ضمان الحماية الفعالة لحقوق الإنسان أثناء حالات الطوارئ، وتتطلب حالة الطوارئ الصحية اتخاذ إجراءات غير مسبوقة لمنع انتشار الفيروس، مما يؤدي إلى تقييد بعض الحقوق. كيف عمل قطاع العدالة خلال فترة الطوارئ؟ وماذا كان دور لجنة الطوارئ الخاصة بالسلطة القضائية؟ وهل تأثر سير العدالة في خضم التعطل النسبي لعمل المحاكم واقتصاره على بعض القضايا الطارئة؟ وكيف يتم العمل حاليا في ظل الإغلاق التام لبعض المحافظات مثل ما هو الحال في محافظة الخليل ومدينة نابلس؟ لنناقش كل ذلك يسرني أن أرحب بسعادة القاضي أسعد الشنار أمين عام مجلس القضاء الأعلى. أهلا بك سيادة القاضي. وأيضا الأستاذ مجدي حردان مستشار قانوني في وزارة العدل. أهلا بك أستاذ مجدي. سعادة القاضي، يعني نبدأ النقاش مع حضرتك. منذ الإعلان يعني حالة الطوارئ في 5 آذار الماضي، كيف تعامل مجلس القضاء الانتقالي في عمل المحاكم وكيف وضعتم الخطط؟ بداية أهلا وسهلا بك وبجميع الأخوة المستمعين والمشاهدين، ونرحب بزميلي الأخ مجدي. بداية، السلطة القضائية كانت سباقة في التعاطي مع حالة الطوارئ وفيما يتعلق بإدراك مخاطر انتشار فيروس الكورونا. فور إعلان السيد الرئيس لحالة الطوارئ على الفور، وكان أتوقع أنها كانت نهاية يوم خميس أو جمعة. يوم الأحد كان هناك اجتماع طارئ في 8/3، وكانت يوم إجازة رسمية على ما أذكر بمناسبة يوم المرأة العالمي. كان هناك اجتماع طارئ لمجلس القضاء الأعلى الانتقالي في يوم العطلة، والمجلس أقر بذلك تفويض لمعالي رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي المستشار عيسى مشرار من أجل اتخاذ كافة الإجراءات السريعة فيما يتعلق في المحاكم وإدارة مجلس القضاء الأعلى. هذا التفويض اقتضته في الحقيقة ضرورة سرعة ديناميكية في الحركة في التعاطي مع أمور المحاكم، وبالتالي بموجب هذا التفويض صدر عدة إجراءات كانت في حقيقتها هي توخي الصالح العام. كانت مقتضيات الصحة العامة والسلامة العامة هي نصب أعين المجلس القضائي، المعيار الأساسي، المعيار الأساسي في هذا الإطار بالضبط. فمثلا ابتداء كان هناك بعد إعلان حالة الطوارئ تحديد للقضايا المنظورة في المحاكم وآليات عمل المحاكم بالحد الأدنى فيما يتعلق بالأمور التي يجب أن تسير بها المحاكم ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتعطل حفاظا على الحقوق والحريات العامة، بما في ذلك التوقيف مراعاة المدد القانونية، وبما في ذلك أيضا إخلاءات السبيل، وكذلك الأمر فيما يتعلق بأوامر الحبس على ذمة الديون المدنية وإلى غير ذلك من الأمور تم التعاطي معها موجب رؤى واضحة كان يصير عليها المجلس القضائي ورئيس المجلس في هذا الإطار. وبالتالي ومن ثم طبعا فيما يتعلق بالتعاطي مع الزميلات القاضيات والموظفات وكذلك الأمور كله سنأتي له بالتفصيل. كان هناك في إجراءات مفصلة في هذا، الإطار. أستاذ يعني مجدي، نحكي عن وزارة العدل في المقابل، يعني الخطوة الأولى اللي أخذتها منذ إعلان حالة الطوارئ من أجل حماية الحقوق ويعني عدم مساس الحقوق الأساسية للإنسان الفلسطيني. شكرا على الدعوة.
اهلا فيك. ويعني هي مناسبه جميله كمان نحكي فيها ونطلع الجمهور الكريم في الاطار الحقوقي وفي اطار الشان العام الحقوقي. كما بدا الاستاذ اسعد بالبدايه، هو كل توجه الدوله السلطه العامه والحكومه كان نحو حمايه الحقوق الصحيه للانسان الفلسطيني. تمحورت وكثفت كل جهود الحكومة والمؤسسات كافية لحماية هذا الحق ابتداء، والحق الصحي هو جزء أصيل من حقوق الإنسان. فابتداء من إعلان حالة الطوارئ من السيد الرئيس، وصولا لتنظيم حالة الطوارئ بالقرارات بقوانين وما صدر عن السيد الرئيس بكل ما يتعلق على سبيل المثال بقرار بقانون الذي ينظم وقف المدد في مرحلة الكوفيد 19 وإعلان حالة الطوارئ، وصولا إلى قرار السيد الرئيس بالعفو الخاص عن عدد من الموقوفين وصل إلى 124 أو 125 نزيلا محكومين. كل هذا أجا بإطار حماية الحقوق الصحية التي أعلنت من شأنها حالة الطوارئ. بنعلم جميعا بأن العالم كله واجه أزمة بهذا الخصوص، وبنعلم جيدا بأن حقوق الإنسان دائرة واحدة كل لا يتجزأ، لكن في بعض الاستثناءات مثل حالة الطوارئ لابد من تقييد بعض الحقوق، وكثير حقوق تقيدت. صحيح. يعني على سبيل المثال حق بالتعليم تقيد. صحيح. الحق بالعبادة تقيد. تنقل. الحق بالتنقل تقيد. قيس عليه في فلسطين والحمد لله كانت الأمور مضبوطة بما يتعلق لصالح حماية حقوق الإنسان بالجانب الصحي والطبي ووقايته من الفيروس. كل الجهد العام تم التمحور بهذا الخصوص ولم يشد شيء. نعم أستاذ أسعد، يعني كان هناك مذكرة مشتركة بين مجلس القضاء يعني الأعلى الانتقالي وأيضا وزارة العدل يعني الحفاظ على الحقوق والحريات العامة في ظل حالة الطوارئ عند اتخاذ يعني التدابير الوقائية. نحكي شوي عن هاي المذكرة. طبعا هاي المذكرة يعني أجمل وأروع ما فيها، وكانت تحت رعاية مفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة مكتب مفوض السامي، أنها جاءت بتناغم وانسجام ما بين مختلف أطياف قطاع العدالة. الأخوة في وزارة العدل ونقابة المحامين وكذلك الأمن النيابة العامة ومجلس القضاء الأعلى. من المعروف لدى الجميع من البادئ الأساسية في مطلق إعلان حالة الطوارئ، أول ما يشغل الشغلين أو المشتغلين في القانون هو الحقوق والحريات. صحيح. العامة. صحيح. دائما كما تفضل يعني زميلي الأستاذ مجدي بأنه دائما الحقوق والحريات العامة في حالة الطوارئ يتم تقييدها. صحيح. ونخشى ما نخشى، يعني عندما نخشى عندما نتكلم انعكاسات حالة الطوارئ سلبا او استغلال حالة الطوارئ او استغلال حالة الطوارئ سلبا فيما يتعلق بالحقوق والحريات العامة بالشكل. لأن الضرورة تقدر بقدرها. يعني قاعدة قانونية كنا بنشتغل عليها كرجال قانون، بأن الضرورة تقدر بقدرها، وإذا كانت الضرورة تقتضي حماية الحقوق الصحية للمواطن الفلسطيني ولكل من يقيم على أرض فلسطين، كان لابد من أن يكون هناك ضابط. هذا الضابط وليس انحيازا للمؤسسة التي أعمل بها، ولكن هو ضابط دستوري وكل بموجب الباب الثالث من القانون الأساسي، هو أولى من يرعى هذا الضابط هو السلطة القضائية والقضاء، النيابة حرسة العدالة وكذلك الأمر مجلس القضاء الأعلى والسادة القضاء، وكذلك الأمر طبعا بالتنسيق والتناغم مع وزارة العدل بشكل تكاملي، ولا ننسى دور القضاء الواقف وهو نقابة المحامين. صحيح. ومختلف الأطر القانونية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية، دور تكاملي، دور تكاملي في هذا الإطار. ومن هنا جاءت هذه المذكرة. المذكرة بتفاصيلها أعطت إطلالات على مجموعة من الأمور بما فيها مثلا فيما يتعلق في الأحداث وما يتعلق في النساء والخوف من ازدياد العنف الأسري في مرحلة الحجر المنزلي، يتعلق في الأشخاص الموقوفين على ذمة قضايا والمحاكمات موقوفة. أعطت إطلالة أيضا للمجلس القضائي على هذا الإطار، وبالتالي يجب أن تنسجم الإجراءات وآليات العمل خلال فترة الطوارئ بالتفويض الممنوح لرئيس المجلس بما يتوافق مع أن يكون النصب أعيننا كما كان ابتداء نحن نتحدث عن الحقوق الصحية للمواطن وما ينسجم مع إعلان حالة الطوارئ، أيضا أن يكون نصب أعيننا بشكل موازي له كيف نحمي الحقوق والحريات العامة خلال فترة الطوارئ. هذه كانت مجمل يعني ما تم الإطلال عليه في مذكرة التفاهم، واللي يمكن الاخ مجدي كان يعني رح نحكي بالضبط استاذ اسعد. يعني استاذ مجدي، يعني استاذ مجدي نحكي عن دوركم كوزاره العدل في هذه المذكره واهميتها. شوف الاصل بالامور بانه ما ينظم العمل يعني اليومي هو القوانين الفلسطينيه.
في إطار انضمام دولة فلسطين للمعاهدات الدولية وخاصة المعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان، وفي إطار وعي القائمين على إنفاذ القانون وإدراك السلطة القضائية والنيابة العامة ومؤسسات العدالة بأنه حالة الطوارئ تقتضي استثناء، وإيمانا منا بالقوانين السارية المنظمة وإيمانا منا بالتزاماتنا التعاقدية تجاه هذه المعاهدات، أجت هذه المذكرة لتشمل كل الحقوق التي نظمتها القوانين الفلسطينية ونظمتها معاهدات حقوق الإنسان ذات العلاقة ضمن مذكرة واحدة، لأنه هي حالة الطوارئ عادة هي حالة استثناء، والاستثناء اللي بنعيشه الآن لم يسبق لفلسطين أنه عاشت. هي تجربة صحيحة، هي كانت تجربة رائدة للتعاون ما بين قطاع العدالة كاملا بين 6 مؤسسات، بحيث أنهم يتفقوا على يعني دليل إرشادي بيشتغل على الجميع، سواء الإخوان السادة القضاء أو السادة في النيابة العامة أو أجهزة إنفاذ القوانين. يعني مثلا هي تتحدث عن الأحكام الناظمة في القانون الأساسي وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بتتحدث عن الفئات المهمشة والمرأة والطفل والعنف اللي ممكن إنه يكون ضمن أسرة، يعني ضمن الأسرة وما إلى ذلك، عن دور المحامي ودفاعه، وبتتحدث عن إخلاء السبيل والتوقيف وما إلى ذلك. المذكرة شاملة، يعني المذكرة أستاذ مجدي أجت عشان تحمي كل هاي التفاصيل اللي ممكن كنا قد نقع فيها أو يصير فيها انتهاك. أكيد أكيد كل من يعمل في إطار العدالة سواء قاضي أو عضو نيابي أو شرطة أو يعني ضابط قضائية، أنا يعني أكيد هو يعلم الأصول القانونية لعمله، لكن هذه جاءت استرشادية مطعمة بما ورد بالمعاهدات الدولية وإيمانا منا بما جاء فيها، خاصة أنه إحنا ملتزمين فيها التزاما تعاقديا وواجبة النفاذ، وقرار المحكمة الدستورية أكد أن لها قوة القوانين الفلسطينية. هذا ليس أكثر من أن يكون استرشاديا تذكيريا لغايات مراعاة القواعد الأساسية لحقوق الإنسان والحفاظ على كرامته. كما أسلف سعادة القاضي، قال بأنه بهاي الفترة القضاء ما انقطع عن العمل، خاصة صحيح. فيما يتعلق بالحقوق والحريات، إذا في واحد موقوف، إذا في واحد كان في متابعة، كان في بالضبط في عنده قضية تحقيقية بدهم ينظروا في إخلاء سبيله أو يعني توقيفه من عدمه وما إلى ذلك. هذه الأمور يعني استمرت، وهذا يحسب بصراحة لفلسطين. ثانيا، القانون الأساسي في المواد من بين 110 إلى 114 عندما تحدث عن حالة الطوارئ تحدث بضوابط مش سهلة، يعني تحدث بضوابط عند رح نحكي أكثر هل تم الالتزام بهذه الضوابط صدق. كيف كان المتابعة ساعة القاضي؟ أيضا إلى جانب المذكرة كان هناك يعني رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي قام بتشكيل لجنة طوارئ خاصة بالسلطة القضائية في فلسطين. لماذا تم تشكيل هذه اللجنة يعني، وشو كان دورها؟ بس اسمح لي، بس بدي يعني أضيف نقطة بعتقد أنها تكون مهمة للجمهور الفلسطيني فيما يتعلق بآليات العمل. لا أقول حسب المذكرة فقط وإنما التوجهات العامة القضائية كانت خلال فترة الطوارئ. تفضل. فيما يتعلق بالجنح البسيطة وفيما يتعلق بإخلاء السبيل والحبس على ذمة قضايا مدنية، عندما نتحدث عن معايير حقوق إنسان، وهذا مش من نوع من الدعاية الإعلامية وإنما هذا واقع بالأرقام، عندما نتحدث عن معايير حقوق إنسان، وعندما نتحدث عن معايير محاكمة عادلة، وعندما نتحدث عن البدائل الفضلة للتوقيف، تم ممارستها بشكل كبير بتوجهات عامة من السادة القضاء خلال فترة الطوارئ. أكاد أجزم بأنه نسبة التوقيف في الجنح البسيطة خلال فترة الطوارئ التي كانت تحال المحاكم كانت أن تكون يعني لا أريد نقول صفر، شبه معدومة. كان هناك اللجوء للبدائل فيما يتعلق بضمانات استمرار المحاكمة العادلة. هذا مؤشر إيجابي. هذا كان مؤشر إيجابي. وبالتالي كان مؤشر إيجابي لأنه مجلس القضاء الأعلى والسادة القضاء آمنوا منذ اللحظة الأولى وضمن المعايير الدولية وضمن الرسائل الدولية في هذا الإطار والمحلية بأن السجون بيئة خصبة لانتشار الفيروس. وبالتالي كان كما نقول التعامل مع هذا الملف، كما تقول بأن الأمر يتعلق بالحفاظ على البيئة الصحية السليمة، وبالتالي بدك تسخر كل آليات العمل من أجل الحفاظ على البيئة الصحية السليمة. والحمد لله لم يتم تسجيل أي إصابة في مراكز التوقيف، وبالتالي كان هناك فيما يتعلق بإخلاءات أو إخلاءات السبيل وضمانات استمرار المحاكمة العادلة بضمانات أخرى.
على خلاف التوقيف بالذات فيما يتعلق بالجناح البسيطة التي كانت تحال المحاكم والتي عادة في الظروف الطبيعية كان يتم التوقيف عليها. هذا من جهة. من جهة أخرى فيما يتعلق بالحبس على ذمة ديون مدنية قبل صدور القرار بالقانون عن السيد الرئيس فيما يتعلق بالتأجيل التنفيذ لديون في مجموعها ديون مدنية تزيد على تقل على 100,000 دينار أردني. أيضا كان هناك وبالقرارات الإدارية الصادرة عن معالي رئيس مجلس القضاء الأعلى بما له من تفويض بأن آليات العمل في دوائر التنفيذ تقتصر فقط على الأمور المستعجلة المتعلقة بطلبات استرداد أوامر الحبس بما يعني بمفهوم المخالفة بأنه السيد قاضي التنفيذ إذا جاء له طلب يتعلق بأمر حبس كان يقول هاي من الأمور التي تخرج عن نطاق نظرها في ضمن حالة الطوارئ في المرحلة الحالية وكان يتم التأجيل في البحث صحيح فيها صحيح. وبالتالي أيضا كان هذا مؤشر إيجابي. القضاء يعني أنا بتوقع أنه سبق في القرار بقانون في التعاطي معه وبالتالي هاي نقاط موضوعية تم التعاطي معها من قبل مجلس القضاء الأعلى في القرارات الإدارية في هذا الإطار. نرجع لموضوع سؤالك الرئيسي الثاني اللي هو لجنة الطوارئ. فضل. بعد تفويض معالي رئيس المجلس من قبل المجلس القضائي باتخاذ كافة الإجراءات اليومية لآليات سير عمل المحاكم بالحد الأدنى بما يحفظ حسن سير العملية التقاضي كان لابد من هناك أن يكون هناك أدوات مساعدة لمعالي رئيس المجلس وبالذات أدوات إدارية. فتم تشكيل لجنة الطوارئ من قبل تشرفت أني كنت يعني عضو قضائي فيها مع معالي رئيس المجلس وكذلك الأمر كافة مستشارين رئيس المجلس المستشار الإعلامي والمستشار لشؤون إدارة المحاكم وأيضا المستشار لشؤون التخطيط وكذلك الأمر فيما يتعلق بمدير عام الشؤون المالية والإدارية كان مهمتها المتابعة اليومية والحثيثة لكافة الأمور الطارئة وإمداد المحاكم بالأدوات اللوجستية ومراجعة كافة القرارات الإدارية أولا بأول من أجل لما احنا كنا معالي رئيس المجلس ما لهم التفويض يعطي القرار فيما يتعلق بآليات العمل من مادة واحد حتى مادة 16 حين تصل كان يضع مدة أسبوعين نفاذ مثلا خلال هاي الأسبوعين يتم من قبل لجنة الطوارئ أولا إمداد المحاكم بكافة الأدوات اللازمة لي تمكينه من تنفيذ بنود القرار الإداري هذا من جهة ومن جهة ثانية أنه نسبق الوقت من حيث مراجعة الإجراءات شو بدنا نعمل بعد انتهاء هاي الفترة نوسع عمل الدائرة نضيق عمل دائرة المحاكم وهذا كان يتم من خلال قرارات متباينة أو مش متباينة موسعة أحيانا ومغلقة أحيانا حسب الوضع الصحي وحسب الوضع الموجود كان هذا هو هي لجنة إدارية اللجنة يرأسها معالي رئيس المجلس وأنا كنت عضو قضائي فيها كأمين عام وكان مهمة هذه اللجنة بشكل أساسي تمكين المحاكم والإدارة القضائية من القيام بعملها خلال فترة الطوارئ. نعم أستاذ مجدي أيضا إن كان هناك يعني توصية من وزارة العدل لعدة إجراءات منها استئخار حبس المدنيين ووقف سريان مدد التقادم يعني إلى جانب بدي أسألك كمان البنود الإرشادية في المذكرة قديش كان في التزام فيها؟ الالتزام فيها عالي جدا. شوف انت كيف بدك تعرف بشكل علمي بانه كان في التزام هل كان هناك شكاوى كيف بالضبط؟ ايوه بالضبط. اولا بفلسطين يوجد كثير من المؤسسات الرسميه وغير الرسميه اللي بتتلقى شكاوى منها مجلس القضاء الاعلى منها وزاره العدل منها الهيئه الفلسطينيه المستقله منها نظام شكاوى مجلس الوزراء وما الى ذلك. انا قبل ايام جاوبت على اسئله وردتنا من المقررين الخاص في الامم المتحده منهم المقرر الخاص للتجمع السلمي حريه الراي والتعبير التفاصيل مجموعه من المقررين الخاصين وفي اطار في معرض اجابتي بحثت مع كل المؤسسات حتى منها الاستاذ اسد تواصلت معه انه بكل بغمره المرحله الماضيه كيف مشت الامور الشكاوي اللي وردت القرارات اللي صدرت وما الى ذلك. في الحقيقة وأنا بكل أمانة وصلت مع النيابة العامة النيابة العامة لم تسجل شكاوى بموضوع انتهاكات حقوق الإنسان. هلأ أكيد صارت مشاكل وإن كان سيادة النائب العام قال بأنه تراجعت الجريمة في الشارع الفلسطيني إلا أنه مثلا ممكن طبيعي أن هي تسجل مشاكل ما بين الناس لكن شكاوى في إطار الوصول للحق بالصحة في إطار المساواة في إطار عدم التمييز في إطار حق المرأة في إطار الاعتداء على الطفل أنا بسمع سماعا من الناس أنهم بقول لك أنه بهاي المرحلة أنه صار في عنف أسري
يمكن في جهات أخرى ممكن بترصد هذا الكلام أنا ما وصلت لها، لكن حسب معلوماتي من الإخوة في النيابة العامة وما سجل لديهم وبالاتصال مع زملائنا في وحدة الشكاوي في وزارة العدل والهيئة الفلسطينية المستقلة، ما حصلت على شكاوي من شأنها أن تعتبر يعني من قبيل الاعتداء على حقوق الإنسان وما إلى ذلك، وخاصة أنا بتحدث عن السلطة العامة وأداء يعني العنف بين الناس. يعني ممكن القول بأنه الجهات ذات العلاقة لم تستغل إعلان حالة الطوارئ أو العمل بحالة الطوارئ في اتجاه أبداً يعني تقييد الحريات أبداً أكثر من ذلك. كانت صانع القرار كان قلق جدا، زي ما تفضل سعادة القاضي، كان قلق جدا بشأن النزلاء والموقوفين في مراكز الإصلاح والتأهيل، وفي ظل حالة الطوارئ اللي يفترض أن يكون نتقيد فيها، إلا أنه معالي وزير العدل أصر على أنه يتفقد أحد مراكز الإصلاح والتأهيل للوقوف على عينة من المراكز. كيف الآن بتجري الأمور وكيف بتعاملوا مع النزلاء وما إلى ذلك. بخصوص ما أشرت إله من موضوع تأجيل حبس المدين، هذا موضوع كمان أنت تخيل بأنه هذا الموضوع مش سهل انه صانع القرار ياخذه، انه في ناس محبوسين على ذمه دين مدني، انت عارف كيف صاحب الحق ولا راجع له شيك ولا راجع له الاخر كيف، لكن في اطار المصلحه العامه واطار حمايه حقوق الانسان ويعني محاوله التحوط لالا يصل الفيروس وما الى ذلك، وحتى انهم يكونوا بهذه الفتره الصعبه مع عائلاتهم، السيد الرئيس اصدر قراره بتاجيل تنفيذ حبس المدين والعفو الخاص. وبالمناسبة كمان أصدر السيد الرئيس قرار بقانون وهو مهم جدا، رقم 7/2020 بشأن حالة الطوارئ وتفاصيلها تنظيمها، يعني ما ورد بالقانون الأساسي اعتبره يعني كافيا، ولكن لغايات تنظيمية تفصيلية إدارة الشأن العام الحكومي التصرفات إلى آخره، كل الإجراءات احتاجت لمثل هذه القرارات في وزارة العدل، وأنا متأكد في غيرها من المؤسسات اتبع نظام الشكاوي عبر الموقع الإلكتروني. يعني وردتكم شكاوي خلال هاي الفترة؟ يعني شكاوي فيما يتعلق بانتهاك حق الإنسان، لا شكوى عادية ممكن تكون أيا كان موضوعها اللي بتيجي بالأيام العادية أو ممكن. وطبعا طبيعي انه هو كما اسلفنا انه في فترة حالة الطوارئ بده يكون في هنالك استثناء على الحصول على الحقوق، يعني مثلا حق الحركة مش سهل بانه لما الحكومة كانت تعلن على سبيل المثال تدابير معينة بمنطقة او في البلد اليوم في الخليل وفي نابلس احنا عم بنعيش الحالة انك انت تتصرف على نحو يعني يحلو لك وبدون الالتفات للمصلحة العامة في موضوع الوقاية من الفيروس. الحديث يطول، لكن بذلت السلطة العامة والحكومة كل جهدها لتوفير الحقوق الصحية للمواطن الفلسطيني، في إطار ذلك بالتأكيد في بعض الحقوق سيتأخر، أقول لك حق التقاضي مثلا تأخر الحصول عليه، حق التعليم تأخر الحصول يعني عليه. ساعة القاضي يعني أيضا يعني المحاكم عملت بالحد الأدنى في البدايات. نعم. يعني من أجل أنه استمرار في عجلة يعني التقاضي، لكن هناك انعكاسات سلبية أيضا على هذا الموضوع، يعني ازدحام الأدراج ملفات اليوم، تأخر في بث القضايا. أول شيء لما عملتوا بالحد الأدنى بالغد، شو القضايا اللي كنتوا أنتوا لازم تشتغلوا فيها وما تأخروها؟ هي كانت على عدة مراحل. المرحلة الأولى كان العمل فيما يتعلق كما ذكرت لك في دوائر التنفيذ، العمل في استرداد أوامر الحبس، لأن كانوا صب عيوننا ضرورة إفراغ السجون قدر الإمكان من نزلاء، وبالذات أنت تتحدث عن ديون مدنية لا تتحدث عن جريمة. وكذلك الأمر فيما يتعلق بطلبات تمديد التوقيف حتى لا يكون هناك أي مواطن أو مقيم موقوف خارج إطار المدد القانونية، هذا أمر أيضا يسجل للقضاء والنيابة العامة والسلطات العامة. كذلك الأمر فيما يتعلق بإخلاءات السبيل، طلبات إخلاء السبيل، واللي كانت لا أخفيك السياسة العامة للقضاء كانت تتساهل قدر الإمكان فيما يتعلق ب مراعاة لكل الظروف العامة في هذا الإطار. هذه كانت بشكل أو طبعا دوائر المجلس من كتاب العدل وغيرها بما يخدم هذه الأمور، يعني مثلا دائرة كاتب العدل تفتح مش الوكالات مثلا في فترة مثلا حجر منزلي، وإنما مثلا للكفالات، حتى تصادق الكاتب العدل على الكفالات المتعلقة بإخلاءات السبيل. اليوم مثلا بتواجهوا ازدحام في القضايا طبعا هذا بشكل أساسي. الخطوة الثانية اللي صارت إنه قلنا خلينا نوسع دائرة العمل شوي،
بالذات فيما يتعلق بالجنايات اللي فيها موقوفين. وضدتنا عشان نحكي بكل صراحة وأمانة من هيئات الهيئة المستقلة من الأخوة والفضلات العادلة أنه فيما يتعلق بجنايات ناس موقوفة على ذمة جنايات من المعروف بأنه نزيل بيستنى جلسته من الشهر للشهر وبستنى يتم إجراء في الجلسة الخاصة فيه عشان يقول لك أنا من حقه أن أحصل على محاكمة عادلة. لما هذا النزيل يشعر بأنه الشهر والثاني قضيته قيد الأدراج وبالتالي هو لا يزال موقوف والمحكمة مع الاحترام لا تستطيع ضمن الظروف العامة وعدم وجود بدائل حقوقية في جنايات خطرة. احنا يا سيدي محكومين بواقع احتلال، ما عليك الا ان تمكث في منطقة صغيرة بديش اقول لك في الداخل حتى انك تعقدات الحالة الفلسطينية الكل عم بنعيشها. صحيح الحالة الفلسطينية بالذات فيما يتعلق بالتقاضي وهذا اللي اثرناه في اكثر محفل دولي في هذا الاطار. فبالتالي هذا الانسان يبقى موقوف، فقلنا خلينا نمشي بخطوة للامام فيما يتعلق بالجنايات اللي فيها موقوفين، نقول الهيئات الجنائية بضرورة انه بس هاي الجنايات حاولوا انكم تعقدوا فيها جلسات ولو انه واجهنا بعض الاشكاليات فيما يتعلق باحضار الموقوفين بالذات مدن اخرى والى غير ذلك. كذلك الامر فيما يتعلق ببعض القضايا التي تكون جاهزة للقرار فقط يبقى على القاضي، يعني هي مو مقفل بها باب المرافعة فقلنا احنا بدل ما انه هاي القضايا تبقى مدوره ومن المعروف بانه الملف عندما يكون مرفوع للقرار وتم اقفال باب المرافعه فيه الان العبء يصبح على القاضي. طب القاضي اغلب السادة القضاة عملوا بنظام المناوبات، السيدات القاضيات تم اعفائهم من الدوام والموظفات بشكل كامل يعني وهذا يسجل ايضا للسلطه القضائيه ويسجل لنا كرجال يعني قمنا بالعبء وكان الزميلات حملنا العبء بالضبط. هلا فيما يتعلق حمل العبء في المنازل في المنازل كل احترام صحيح يعني عشان يكون في توازن بالذات مع اغلاق دور الحضانه وما الى ذلك. فقلنا انه بما انه الساده القضاة والقاضيات موجودين في بيوتهم خليهم يعني نحس انه في انجاز ولو نستغل المرحله فيما يتعلق بهذا الانجاز من خلال انه الملف المرفوع للقرار عملنا تعميم في هذا الاطار صدر المعالي رئيس المجلس بانه كل قاضي يتم تامين له لمنزله احيانا. انا من الناس اللي حملت ملفات وان من رام الله لنا بس بعض القضاة روحت على البيت لهم تفضلوا. كان تحدي كبير هذا، كان تحدي كبير من اجل يعني كانت تجربه جديده على الجميع. صحيح من اجل انه يتم كتابه مسودات الاحكام بحيث انه فقط لما الاستاذ مجدي كمحامي تفتح الدنيا بس ما عليه الا يتلي القرار، او حتى اعلننا للجمهور بعد اجتماع نقابه المحامين انه اي محامي ما انت موجود في المحكمه اذا في مناوبه القاضي الفلاني من فتره كذا الى فتره كذا اذا انت موجود وحابب انه تيجي تسمع قرارك المحكمة جاهزة مسودة القرار موجود، وبالتالي كنت تحاول انك تكسب من العمل قدر الامكان. ولكن القضايا موقوفة، العجلة موقوفة، عملية سير التقاضي كانت شبه واقفة، وهذه يعني حال المؤسسات العامة في البلد، يعني التعليم موقوف كما تفضل الأستاذ مجدي، القضاء موقوف، دور العبادة مغلقة طبعا. صحيح. طيب أستاذ مجدي، إذا نحكي عن تجربة الطوارئ وانعكاساتها على حالة الحقوق والحريات يعني في فلسطين، كيف ممكن نقيمها التجربة من جانب إيجابي من جانب سلبي؟ هل كان هناك مثلا بعض الثغرات ممكن يعني تفاديها مستقبلا، وكيف ممكن يعني العمل لا سمح الله في حال استمرت يعني تمديد لها في العمل؟ بدون شك بأنه المجتمع الفلسطيني والمؤسسة العامة الفلسطينية حطوا بامتحان صعب. المجتمع الفلسطيني يعني أكيد في إطار في الإطار المجتمعي وكيف الناس تكاتفت مع بعض، كيف الناس تكافلت مع بعض، هذا يحسب للمجتمع الفلسطيني بكبرياء. المؤسسة العامة الفلسطينية أنا بعتقد أنها اجتازت امتحان واختبار ليس سهلا وتقييم للجمهور الفلسطيني، لكن أنا رأيي العبد الفقير لله بأنه كان في مؤشر على نجاح بنسبة عالية جدا جدا. أنا بعتقد بأنه المرحلة السابقة وإن شاء الله أن الكورونا يعني بنقولها حل ويعني نتمنى ذلك، لكن المؤشرات على الأرض للأسف من الأزمة للأسف. أنا بعتقد بأنه بالمعنى الوطني الفلسطيني نحتاج لاستخلاص الأبر بإدارة هذه المرحلة بحيث أنه فلسطين كيف تواجه لا سمح الله أي أزمات قادمة سواء صحية والغير صحية فيما يتعلق بالعمل الإداري، فيما يتعلق بالعمل القضائي، بالعمل بالحياة التعليمية، بالحياة الصحية، عمل في إطار حقوق الإنسان والحفاظ عليه، كل التفاصيل هاي أنا بعتقد أنه نحتاج للجنة وطنية فيما بعد أنه لاستخلاص الأبار ووضع التوصيات، وربما هذا بالمناسبة ينعكس على التشريعات، ربما ينعكس على السياسات العامة، ربما ينعكس على الموازنات،
ربما له انعكاساته عند صانع القرار بالتأكيد. أستاذ أسعد، اليوم كيف المحاكم عم تتعامل مع موضوع تكدس القضايا؟ وأيضا احنا بنعرف أنه تم إلغاء العطلة الصيفية القضائية. صحيح، إلغاء العطلة القضائية وتبع شيء اسمه التبليغ الإلكتروني. بداية أيضا لجنة الطوارئ اجتمعت وتم وضع أمام أعلى رئيس مجلس مئات الألوف من التبليغات التي يجب أن يتم تبليغها حتى تنعقد الخصومة بشكل صحيح مرة أخرى، حتى تقضى عملية التقاضي إنها تسير. وجدنا بأن الأمر يعني أشبه بالمستحيل، إذا بدك تتبع الإجراءات الورقية أقل من 5 إلى 6 شهور يمكن عملية التقاضي ما تنتظمش بالشكل اللي كانت عليه سابقا. هذا في حال رجع الوضع طبيعي كان هذا تحدي كبير. فقلنا بالنحل، لجأنا لشيء اسمه التبليغ الإلكتروني. التبليغ الإلكتروني عندنا برنامج ميزان متطور جدا، والسنة الماضية يعني احنا تشرفنا بفلسطين في الأردن انه احنا عملنا مؤتمر دولي عرضنا فيه تجربتنا فيما يتعلق بالتطور الإلكتروني القضائي، كانت تجربة رائدة وواضحة. عندنا برنامج متطور جدا، المواطن بالشارع يستطيع الآن انه يفتح يستعلم القضايا ويستعلم، وكان في حلقات تتحدث عن برنامج ميزان مش موضوعنا اليوم. فأغلب القضايا فيها محامين، أغلب القضايا بالذات الدعاوى المدنية. فقلنا احنا ليش ما انه يتم التبليغ الإلكتروني وتنظيم آليات تحديد مواعيد الجلسات للسادة المحامين، وبالتالي كلنا بنعرف كرجال قانون إذا تحققت الغاية وحضر المحامي فبالتالي خلاص تبليغ صحيح مش صحيح ما هو حضر، بسموها إيش اسمه عندنا في النظام القضائي وقانون الأصول تحققت الغاية من الإجراء. وبالتالي لو ما فيش تبليغ أصلا عندك إذا تحققت الغاية وحضر تستطيع أن تصير بإجراءات محاكمة بشكل كبير، ولو تغيب بعدها بتعتمد على حضور السابق. وبالتالي هذا الأمر اجتمعنا مع الأخوة في نقابة المحامين، قلنا لهم يعني ضرورة أنكم تتعاونوا معنا في هذا الإطار. إذا أنا عندي والله 360 ألف قضية، إذا فعليا عملت تبليغ إلكتروني فيهم بكبسة على برنامج الميزان، المحامي بفوت بشوف قضايا، وبالتالي العجلة بتصير، أنتم بتوفروا علينا جهد بشري صحيح وورقي ووقت كبير. والامر يعني طلبنا منهم، يعني احنا كنا محامين قبل ما نكون قضاء، والمحاماه بيتنا الاول يعني مش فريقين. وطلبنا ان يكون الامر التعامل معه باخلاق عاليه، يعني ما بضبط ان اسعد الشنار كمحامي وكيل عن الاستاذ مجدي في دعوة انا مدعى علي معني اني امرت في الموضوع اني ما احضرش، واذا انا وكيل عن الاستاذ كمدعي بدي احضر بدي امشي العجله. وتم التعاطي بإيجابية من قبل الأخوة في نقابة المحامين في هذا الإطار، وتواصلنا مع عطوفة النقيب ومع الأخوة أعضاء النقابة أنه ضرورة حث المحامين على الحضور من أجل تحقيق الغاية وسير عجلة التقاضي بشكل سريع. أنا بنظري نجحنا بنسبة منيحة، وإحنا يعني ما كناش حاطين الهدف، إحنا أعلننا أنه بدنا الهدف 100%، بس بقرارة نفسنا كنا نقول إذا استطعنا انه نتغلب على تبليغ الورقي 50 الى 60% من هاي القضايا احنا نجحنا. بعدها بنرجع تحصد جهدك فقط في 40% من القضايا. هل اليوم المحاكم رجعت كل المحاكم ترجع حسب التبليغ الالكتروني وتبليغات ورقيه اللي طلعت؟ انا باكد لك بانه عجله التقاضي خلال فتره من 10/5 حتى قبل اسبوع شبه صارت بشكل يعني بنسبه 60% اللي احنا بدنا اياها، وهذا كان شيء يعني ايجابي. الإشكالية الأكبر إنه نحن الآن كنا بنعرف نحن في انتكاسة ثانية. صحيح للأسف. وبتعرف إنه الآن محكمة نابلس أو مدينة نابلس مش محكمة نابلس مغلقة. الخليل كذلك. وفي الخليل الجنوب كله محاكم الخليل مغلق. تتحدث عن دورة وحلحول ويطة والخليل وبيت لحم. هناك كثافة سكانية عالية. بالضبط. وبالتالي في إشكاليات، رجعنا نعمل بالحد الأدنى في محاكم الجنوب، الآن المحاكم حسب الكتاب اللي وصلنا في للأمانة العامة وكم تم رفعه لمعالي رئيس المجلس يتم العمل في المحاكم يومين اثنين وخميس فقط في ظل انتشار الأعداد العشرات للوباء الموجود حاليا، وفي خطوره. احنا بنعرف دائما شوي انه بيئه المحاكم شوي بيئه يعني خاصه بموضوع الانتقال او العدوى من اول لحظه. وسبقنا بعض الاجراءات الحكوميه بان المحاكم بيئه، وبالذات رام الله صحيح بيئه خصبه لانتقال الفيروس، وكنا بدناش نتحمل مسؤوليه تاريخيه امام شعبنا انه والله محكمه مثلا رام الله هي اللي ادت الى انتشار الفيروس صحيح في مدينه رام الله، ولما بقول رام الله انتشر في رام الله انتشر في الضفه الغربيه كلها، انا باجي من نابلس، هذا بيجي من جنين، مكان تجمع صحيح مكان تجمع. وبالتالي كنا يعني نصب اعيننا هذا الموضوع.
بانه بدناش نتحمل، بدناش الشارع يقول انه هي المحاكم هي اللي سبب الله. سبب. وعشان هيك وجهنا رساله، يعني موضوع يرتبط في موضوع للاخوه في وزاره الصحه، احنا طلبنا منهم على فكره يعني الطب الوقائي مع الاحترام مشكورين على جهودهم، هم ما اجوا يعني والله كبسوا علينا كبسيه كيف بقولوها في العاميه، لا، تم توجيه رساله من قبل معالي رئيس المجلس الى معالي وزيره الصحه دكتوره ميكيلي، طلبنا فيها ان يقوم ان تقوم طواقم وزاره الصحه والطب الوقائي بضروره زياره المحاكم ورفع تقرير، وقلنا لها بالحرف اذا بتقولوا لنا اغلقوا المحكمه احنا مغلقينها، احنا ما بنتحمل مسؤوليه تاريخيه. طبعا كان التقرير انه اتباع 1 2 3 4 5 6 في بعض الاجراءات، وتم تعميمها على المحاكم. انا بنظري يعني خليني اعلق على ارجع شوي للسؤال اللي وجهته للاستاذ مجدي باختصار بعد اذنك وبدي يعني اضيف كلمتين عليه. احنا عالمنا العربي نكون صريحين ننظر للعمل العام بسلبيه، بنظره سلبيه الانطباع يعني. العام الانطباع العام يعني كلنا ما احنا يعني ابناء هذا المجتمع تحمل دائما تشكيك وعدم الثقه. وانا يعني درست في مصير وطلعنا على الاردن ورحنا على دائما العمل العام في العالم العربي شوي يعني مرات في بعض الاجراءات التي تؤخذ لا لا لا, لا حقوقا خلينا مره واحده يعني مش من باب الدعايه ننظر بايجابيه. انا عندي تجمع على وسائل التواصل الاجتماعي مع مجموعه من القضاة العرب بشكل يعني يمكن في بديش اقول مئات ممكن تعدى لاكثر من 1000 قاضي. لما كل دوله عم تبعت شو اجراءاتها في بعض الدول يا سيدي اغلقت المحاكم اغلقت يعني بقول لك خلص احنا ما فيش مجال يعني نشتغل بشكل تام بشكل تام يعني. هذا على مستوى القضاء وعلى مستوى بعض المؤسسات وعم نشوف بعض الانهيار يعني من غير ذكر اسماء الطبي في بعض الدول صحيح. يعني اللي الاطباء عمالها بتموت كل يوم واللي شو اسمه. فانا بنظري خلينا ننظر مره واحده بايجابيه. انا بقول انه يعني بامن على الكلام اللي حكاه الاستاذ مجدي انه احنا نجحنا نوعا ما. خلينا نقول للشيء الايجابي مره واحده ايجابي، الاجراءات الحكوميه واجراءات السلطات العامه في فلسطين نجحنا نوعا ما في يعني هي بالتاكيد سيادة القاضي تجربة كورونا هي تجربة مش سهلة على الجميع أكيد. كانت هي تحدي يعني لكل صحيح. القطاعات في المجتمع الفلسطيني. القاضي أسعد شنار أمين عام مجلس القضاء الأعلى شكرا لك على كل هذه المعلومات. شكرا لك. وأيضا الشكر موصول للأستاذ مجدي حردان مستشار قانوني في وزارة العدل. شكرا جزيلا. إلى هنا نصل مشاهدينا إلى نهاية هذه الحلقة، دمتم برعاية الله وإلى اللقاء. شبكة وطن الإعلامية ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن ديكاف يقدمان برنامج طوارئ وحقوق. أعلنت فلسطين حالة الطوارئ إثر انتشار فيروس كورونا في بعض المناطق، أثر ذلك على سير الحياة العامة من جهة وعلى توفر الخدمات الحكومية والحريات العامة من جهة أخرى. ما هي صلاحيات الأجهزة الأمنية في إدارة حالة الطوارئ؟ وما هي التدابير المعتمدة لضمان عدم ارتكاب أي انتهاكات لحقوق الإنسان؟ برنامج طوارئ وحقوق يناقش جميع هذه القضايا ويسلط الضوء على آليات الشكاوى وصلاحيات الأجهزة الأمنية.